السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين احوالكم؟ كاين شي توجات العيد؟ شريتوا شي ضحيه ولا مازال؟ العيالات اللي فيهم داك الفيس ديال خصهم يشرو قطبان جداد وبانيوات جداد وهذا مضره، تقديتو ولا مازال؟ ونتمنى اموركم تكون مزيانه. انا يلاه جيت حدا الدار غدا ان شاء الله باذن الله، كاينه واحد المناسبه ديال واحد الصديقه ديالي ان شاء الله، دايره حفله صغيره هكا بمناسبه الزواج ديالها، وعارضه عليا حنايا الناس الخدمه. مشيت كريت التكشيطه، عارفين انا ديجا بارطاجيت معكم عند من كنمشي نتقدى قفطان يسرى، هي عند من خديت واحد التكشيطه. للاسف ما مشيتش بكري، لقيت شحال من حاجه خارجه. المهم وراكم عارفين لي كرون طاي، داكشي اللي لقيت. المهم تنوريها لكم، التكشيطه زوينه ولكن صراحه وحده اللي كانت عجباني لقيتها خارجه الغدا، ما نوريهاش لكم في هذا الفيديو حتى ان شاء الله الا كتب نصور معكم فيديو غدا ديال المناسبه، وغادي نبارطاجي معكم اللبسه وكلشي ان شاء الله بلي دي طاي. انا دابا جيت حدا الدار، غادي نطلع ناخذ غير شي حاجه في الدار، غادي نجيب البنات من المدرسه كي قلت لكم بحكم دايره لهم المخيم الصيفي، وغادي نشوف الى جا راجلي وغادي نمشيو ان شاء الله نحيد عليه حوايج العيد البنات. نورمالمون كنا غادي نسافروا لكازا كي قلت لكم، ولكن غنخليوها حتى لمورا العيد حيت مع مازال خدامه مازال ما جالسينش فما كتبش. دونك غادي نمشي ناخذ البنات غير لبسه وحده، صافي الوحده غير باش يدوزوا العيد حتى نمشي لكازا، نطلعوا لكازا ان شاء الله وناخذ لهم الحوايج. سيستم ديالي انا تقريبا الناس اللي عارفيني راه عارفين، كنشري بالسيزون ماشي كل مره خصني نشري، بحال دابا ملي تيدخل الصيف كنشري حوايج الصيف، وعاوتاني في شهر 12 اولا في شهر 1 ملي كنمشي كناخذ حوايج البرد ولا المهم على حساب اشنو كاين، على حساب الوقت اللي سافرتو. هذا غالبا ملي كيدخل البرد ديك 11 12 1 كنحاول عاوتاني نتقدى حوايج البرد بخطره وكنحيد، يعني كنتقدى اليوم جوج مرات في العام، ما كنبغيش ديك كل ساعه شري واباغ العياد. العياد ضروري راه كتعرفوا صباح العيد البنيتات الصغار كيبغيو حويجات العيد يفرحوا بهم. هذا مكان، المهم غادي نديكم معايا لبان ليا ما نصور لكم، راه نصوروا لكم ها نتوما معايا. ملي دفنوه ما بقاو زاروه، هي اللي درت معكم في هذا الفيديو، ما صورت لكم والو البنات في لي ماغازان حيت كانت شويه الدنيا عامره وتلهيت مع البنات وكنزرب باش دغيا نخرج. من بعد جينا للريستورون الرباطي كاين في السلام، بالنسبه للناس اللي ما مخالطينش السلام غديروا في جي بي اس ريستورون الرباطي غيديكم حتى لعندو، ما عندكم فين تلفو. هنايا حاولت نصور لكم المنيو حيت بزاف كطلبوني على هاد القضيه، كي دايرين لي بري، اشنو هما لي بلا اللي كيكونوا، تقريبا هاد التساؤلات اللي ديما كتسولوني عليهم. داكشي علاش قلت غنصور لكم اليوم باش تعرفوا شنو عندهم كلشي. هما الاختصاص ديالهم هما الدجاج، وحتى ملي كتمشيو كتلقاو تقريبا كلشي مكوموندي دجاج. انا هو اللي مجربه عندهم، عندهم تبارك الله غزال غزال غزال، ننصحكم انكم تجربوا. ها نتوما بالنسبه للمنيو اللي خدينا هو رباطي فاميلي، اول حاجه كتجي معاها سلطه نيسواز، ها هي يلاه حطوها لينا، كتبان في الشكل ديالها زوين ولكن ما عرفتش زعما شنو فيها الداخل، لا تكون عامره نشوفها ونقول لكم شنو كاين. عندكم الموناضة والخبز اكيد، وكيحطوا هاد المرافقات، هادي جو بونس هي هادي غير مدوبله، يمكن حيت حنا اربعه الناس تقريبا حاطين هنايا جوج من الحاجه وهنايا عاوتاني جوج من الحاجه، جو بونس كل واحد وهكا كيحطوا لي بلا ديالو فيه الزيتون ولا صوص. المهم انا غادي ندوق ونرد عليكم. لا برينسيبال كيجي معاه الروز والفريت وربعه ديال لي بروشيت، وكيجي معمر هكا بواحد الربيع في الوسط العطريه زوينه. الدجاج شنو غنقول لكم غزال، سيرتو لي اذا شهيتكم، ولكن اللي يستحق التجربه البنات دايب هذاك الدجاج غزال بزاف. انا دخلت غنبارطاجي معكم شنو خديت للبنات، ولكن قبل غنهضر لكم على داك الغيستو ديال الرباطي. البنات فين غادي تدوزو ليه؟ غتمشيو جيت ميستر كوك في السلام، لي سولتو على ميستر كوك بالنسبه للناس اللي ما عارفينش هيوريه لكم. اون فوا توقفوا على حدا ميستر كوك
غير تبعوا الشارع على يديكم اليمين، زيدوا القدام على يديكم اليمين، غادي تلقاو هنا تحت واجه في الصف على اليمين، غتلقى واحد البانو كبير فيه الرباطي بالاحمر غزال. عرفتي بعدا واحد الحاجه غادي نقولها لكم، راه فاش غادي تمشيو عولوا غادي تسناو تشدوا النوبه، لان تيكون عنده عامر 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 بزاف. وجيت تاني مره كنمشيو عنده نفس الحاجه، تيكون تبارك الله عامر، الماكله ديالو خطيره. الناس اللي عارفين نسات عليا سميتو، واحد كاين في قنيطره معروف بالدجاج، كيديروا الدجاج هذا راه سنين وهما كاينين بحالهم. هذاك البروجي هو اللي داروا هنايا الماكله خطيره. داك البلا اللي شفتو اللي خدينا، عرفتي الروز غزال، عندهم الروز فيه حبات الهيل، والروز هذا قلت لكم الروز بسمتي باش كيخدموا، وقزبر وحبوب، المهم عرفتي بنين تعشقوا تاكلوا ليه. المهم انا جاني ولا غلطه السيرفيس عندهم توب، البنات اللي خدامين ولا الدراري السيرفيس والصواب والاداب. ياك ما خصك شي حاجه، كي جاتكم الماكله كي ليسباس غزال، داكشي منظم نقي، ليسباس الجلسه مريحه، لا ديكو واعره. ما قدرتش نصور لكم حتى شي حاجه ابار لي بلا، علاش؟ لان كان عام، ولي بخي راني حاولت نصور لكم المنيو باش تاخذوا فكره على لي بخي. صراحه واحد الخطره كنا خدينا عندهم ربع ديال الدجاج كان ب 27 درهم، ولكن الا كنتو هكا اون فامي حسن هذاك كيطلع اقتصادي، تبارك الله تاكلو وشيت الخير، راه ما شاء الله راه الخير والبركه هذيك. المهم انا بحكم تجربتي هادشي اللي جربت عندهم واحد المره الاولى، كي قلت لكم ربع ديال بلا فيه ربع ديال. المهم سمحوا لي البنات، غير طفات لي الكاميرا صافي، مشيت نبان لكم بدلت الوقت اللي كنت كنتسنى باش تشارجا شويه، مشيت صليت. المهم اللي بغيت نقول لكم باختصار هو كوان لي زوين غادي يعجبكم، وكوان لي هو عائلي، والاثمنه راني حاولت نصور لكم المنيو بالنسبه للمنيو فاميليال او لا فاميلي، رباطي فاميلي راه كان 155 درهم، وشتو شنو فيه، راه تبارك الله راه كلينا وشاط الخير، يعني ربعة الناس راه قادهم وتا الخمسة ديال الناس. صافي رجعوا دابا الفيديو قلت لكم، رجعوا الحويجات ديال العيد كيف ما سبق وقلت لكم، انا البنات غادي نشري لهم غير لبسه، درت لهم جليبات ان شاء الله الا يسر فيهم الله وجدو، حيت مازال ما جبتهمش، وغناخذ لهم اللبسه فقط حتى نسافر ان شاء الله. غنبداو بنتي الصغيره. بالنسبه لبنتي الصغيره اللبسه اللي خديت لها هذا الشورت، هذا كيجي هكا بيض عادي، هذا مازال ما قيستوش ليها، الثمن ديالو كان 135 درهم. واحد الملاحظه اللي غنقول لكم بالنسبه للحويجات ديال البنات الصغار، عندكم ال سي واي كيكي، ودي فاكتو ما كاين حتى شي جديد لهاد الساعه، داكشي اللي خليت فيه في العيد الصغير، حيت من ديك الساعه ما وصلتهم، داكشي نيت لي فيهم، ما كاينش حتى شي جديد. كيابي كاين بعض الحويجات جداد، وكاين تقريبا نفس العاد ديال العيد. المهم هادشي اللي بان لي، هاد الملاحظه الاولى اللي بانت ليا، وخديت ليها معاه هادي في المطارد، كتجي هكا صامبلي، شفتوا هادي هي القدام والله كتجي هكا، خديتها في المطارد. صنيط بغيت ليها صنيطيله، ما مشيت الفلوم ما عجبني والو، وكيابي لي بوانتور اللي لقيتهم صغار. بالنسبه لهذا البنات راه داير 130 درهم، وهذا هو البخي ديالهم. هادي غناخد ليها صنيطيله فقط، دونك بنتي الصغيره بقات لي غير صنداله وخلاص، داكشي اللي مقبضات وهذا تمشي ليه لسوق الحل. بالنسبه لبنتي الكبيره كنلقى معاها مشكله، علاش؟ لان هي جات دابا ما بين ما هي مع حوايج الصغار، ما هي حوايج مع حوايج الكبار، وصغار فاش كتلقاو لي ماكازا اللي كتلقاهم دايرين واحد لي سباس ديال المراهقين لي زادوليسون، دايرينها بالنسبه لكيابي، دايرينها للدراري، ولكن البنات ما دايرينهاش. دي فاكتو الاخرين ضروري كتبقاي تنبشي، خصني نقلب على الاكس اس وشوف واش جهه ولا جهه كبيره. المهم ولات في الاخر لقينا في دي فاكتو خدات هاد لاشوميز، هادي هي اس ولكن كتلبس لارج، ها نتوما تبان ليكم راه كتبان بحال شي دوبل اكس ال، هادي راه انا تجي قدي، شفتوها هي كتجي هكا كبيره عريضه وكتجي قصيره. ديجا انا واخده ليها هادو في اللوينات، كديرهم هكا تحت الحاجه اللي قصيره،
غنوريكم كي غادي تجي، غتجي زوينه في اللبسه ديالها هكا. هانتوما شفتو هادشي لا شوميز قصيره، كنشوف واش كيبان لكم، ويجي تحت منها هذاك الطويل. بالنسبه لهادو كناخذهم ليه حتى هما في ديفاكتو دايرين 49 درهم، كاينين في اللوينات. هادي خديتها ليها ب 199 درهم. انا بيني وبينكم جاتني شويه البخي ديالها طالع بارابور ليها، هي زعما ماشي شي حاجه ديال 199 درهم، ولكن ما لقيناش ليها شي حاجه صافي اضطرينا اننا ناخذها. سورتو عجبتها صافي، فاش عجبتها قال لي بابا صافي عجبتها خدي هذا. هو واحد الحاجه اللي تيانسيستي عليها انها تلبس شي حاجه محترمه، والمشكله راكم عارفين هادشي اللي خارج دابا، لكن غير هنايا معريه من هنا معريه من سميتو، هو ما تيخدمش داكشي. صافي فاش شرحت لي انها غتلبس هكا قال لي صافي خليها، بغاتها خليها لها. وخديت ليها هاد البونطالون هذا، هانتوما هذا جو بونس غيجيها كبير، المهم تتقيس ونشوف. تجي كيجي مقبوط من التحت، هذا لو بخي ديالو حتى هو كان 199 درهم، نورمالمون داير 299، كان برومو دار ليه 199 في ديفاكتو نيت. لا كاليتي ديالو صراحه تجين زوين. دابا خصهم يديرو ليا لي سياج باش نشوف لي ما جاش قدام باش نحاول نردو. بالنسبه للعماره اكس واي كيكي لي مرونه، ما لي ماكازان الاخرين كاينين شويه باين اشنو غادي تدخلو. بنتي ما ناخذ لها والو فرج ليها، هادي قالت لي بغاتها مع لي زيسبا، لي زيسبا عندها ما ناخذ ليها والو. والصنيدلات حتى نصافلو ان شاء الله ونشوفو. دابا اللي بقى ليا غير يديرو لي سياج، كانت شي حاجه غاتشونجا غنديها يبدلوها ونشوف الا لقيت لبنتي صنيطيله وصافي. وغيبقاو ليا بلي غاتديرهم د العيد باش نسالي معاهم هما الاولين. انا راه عاود راه باين الشال على حساب الجلابه وهذا، ونحيد عليا روينه د العيد. انا هادشي اللي كيقتلني غير الحوايج اللي كيعذبوني، الشيء الاخر حالو سهل. ايوا هنايا غادي نقول لكم السلام عليكم، غنسالي الفيديو هنايا. كنتمنى انه نكون فدتكم سواء في الحويجات العيد، نعطيكم هكا اون غرو فين تقدروا تلقاو الحوايج اللي زعما زوينين. بالنسبه للبنيتات الصغار انا ننصحكم بكيابي، فيها شكلات وفيها لي موديل وفيها لو شوا بارابور للبلايص اخرين. بالنسبه للرباطي كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير، والناس اللي غيكونوا جربوه يردوا عليا ويقولوا لي كيجاوا. يلا هنايا غنقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال، تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.